بيصير عند الصيرفي. يعني مثلا اذا انا تاجر وعاوز دولار كرمال اقدر استورد سلعه من برا، بروح عند الصيرفي بقول له عاوز دولار، انا مستعد ادفع لك حقها بالليره اللبنانيه. هذا الصيرفي هو وسيط، بده يروح يشوف مين في بالسوق معه دولار ومستعد يبيعه لهذا الدولار. هلا اجمالا اذا كان في ثقه بالسوق بيقدر يلاقي ناس بسهوله يشتري منهم دولاراتهم بسعر السوق ويعطيهم لهيدا التاجر كمان التاجر يقدر يستورد. اما اذا كنا بوضع عدم ثقه مثل هلا اللي عم يصير هلا، ساعتها بصير في صعوبه تقنع اي حدا يبيع دولاراته انت كصيرفي وتقدر تامنهم للناس اللي بدهم يشتروا دولار منك. وبالتالي الطريقه الوحيده لتقنعهم يتخلوا عن دولاراتهم هي انك تعليلهم السعر. ما في ولا اي سلطه بتحدد سعر الصرف بالسوق الموازي. اليوم لتعرف شو سعر الصرف بالسوق الموازي بتنزل بتسالك صرافين ثلاثه، كل واحد بيعطيك سعر اجمالا بيكونوا كثير قراب على بعضه وبيكون هيدا هو السعر. ما حدا بيقدر يتنبأ او يتوقع المستويات اللي ممكن يوصل لها سعر صرف الدولار بلبنان، ولكن المعروف انه اكيد متجه الى مزيد من التفلت والتدهور. وطبعا هالشيء بسبب عده معطيات ابرزها عدم اليقين من الحالة السياسية بلبنان اللي ما بتبشر بالخير ابدا، مبادرة ماكرون يلي كمان ما وصلت لنتيجة لحد اليوم، فهيدي كلها اسباب بتخلي الدولار الى مزيد يتجه الى مزيد من التدهور.